بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل ما تبقى من درس الحروب الفرنجية والجزء الرابع ونشاهد إن شاء الله. إذن في عنا سياسات قادة الفرنجة والمسلمين في جيوشهم، يعني كمقارنة بين سياسات الفرنجة وسياسات المسلمين في أثناء حملاتهم إلى الشرق. فالفرنجة اتبعوا عدة قوانين، منها قانون الفتح، وهو كل من يضع سيفه أو علامة في منطقة ما تصبح ملكا له. أيضا الفرنجة اعتدوا على المقدسات الإسلامية وحولوها إلى اسطبلات للخيول كالمسجد الأقصى وقبة الصخرة والمسجد المرواني. نهبوا وارتكبوا العديد من المذابح في القرى، وصل إلى 25,000 قتيل أو ما يقال إلى 70,000 قتيل. إذن نرى أو القوانين التي طبقوها، منها قانون الفتح، وهو كل من يضع علامة أو سيف في المنطقة تصبح ملكا له. أيضا النقطة الثانية، بالإضافة إلى أنه كل من يضع علامة أو سيف تصبح ملكا له، حولوا المسجد المرواني وقبة الصخرة اسطبلا للخيول، ارتكبوا العديد من المذابح، وصلت إلى 25,000 أو ما يقال إلى 70,000 من الضحايا المسلمين. نأتي إلى الحملة بعد سياسة قادة الفرنجة وأخلاقياتهم. إذن رأينا أن الفرنجة طبقوا قانون الفتح، حولوا المسجد، أبادوا المسلمين، فنشاهد ماذا فعل المسلمين. أمثلة على تعامل المسلمين الغزاة مع الغزاة المحتلين: لم يقتل المسلمين إلا من خان العهد، وهي قصة صلاح الدين الأيوبي مع حاكم الكرنك أرناط الذي كان يعني يعتدي على المسلمين ويتبجح على الإسلام ويقول نادوا محمد فليدافع عنكم، وكان يقول للمسلمين بأنه سينبش قبر الرسول وينقلها إلى أوروبا ويجعل المسلمين يبعوه يزوروا بأجل، يعني بأجر. الآن صلاح الدين الأيوبي لم يقتل إلا ذلك الرجل أو من خان العهد أرناط. آثر صلاح الدين الأيوبي إجراء المفاوضات لحق دماء المسلمين. أيضا أعفى عن الفقير من دفع الجزية وسامح كل فقير من أن يدفع الجزية، حافظ على الكنيسة وعين لها بطريركا. إذن في عنا مثالين، عنا أمثلة على سياسة الفرنجة وأمثلة على سياسة المسلمين. الفرنجة اعتدوا ونهبوا وقتلوا وسرقوا، بينما ودم والأماكن المقدسة لم يحترموها، على عكس الذي قام به صلاح الدين الأيوبي. نرى نتائج الحروب الفرنجية زي ما هي موجودة عندنا. النتائج الاجتماعية، من ناحية اجتماعية خسائر في الأرواح، تدمير في المدن، توطين الأوروبيين في بلاد الشام وخاصة في فلسطين. طبعا الحملة الفرنجية الواحدة تستغرق 3 أو 4 سنوات أو أكثر حتى، فليست من السهل أن يرجع مرة أخرى إلى بلاده فتوطن في منطقة بلاد الشام وخاصة فلسطين. اقتبسوا العديد من العادات والتقاليد الشرقية. إذن 3 نقاط موجودة عندنا. إذن نجد أنه هذه تدل عليها، نهبوا وقتلوا ودمروا وقتلوا العديد من المسلمين، 75,000 أو 25,000 كما ذكر في الرواية. دمروا المدن، استوطنوا في مناطق فلسطين. نكمل عنا النتائج الوطنية، أثبتت الحروب أن الرابطة الوطنية للمسيحيين أقوى من الرابطة الدينية، فلم ينظروا لهم كأنهم مخلصين بل ومحررين، بل نظروا لهم كاستعمار. وأخيرا نتأكد أن الاستعمار لا بقاء له وأنه على زوال، بمعنى أن الحملات الفرنجية دينها مسيحي، والمسيحيين اللي داخل فلسطين دينهم مسيحي. رابطة الدين لم تكن بالقوة مثل الرابطة الوطنية، يعني مسيحيي الشرق أو فلسطين انتموا لوطنهم أكثر من الانتماء الديني، لذلك لم ينظروا إلى الغزاة أو الحروب الفرنجية كمحررين، لذلك لم يشاركوا بالحملات. وأكدت الحملات أن الاستعمار مهما طال الزمن على زوال.
الكنيسة الغربية عندما قدمت إلى المنطقة الشرق كانت تريد أن تسيطر على الكنيسة الشرقية وأن توقف الأمراء الذين كانوا يعتدوا على أملاكهم، لكن كل أهداف الكنيسة فشلت، فخرجت الكنيسة أضعف مما كانت عليه. النتائج الاقتصادية عندما جاء الفرنجة نهبوا البلاد لدرجة أنه رأينا أنه كل من يضع سيف أو علامة على منطقة تعتبر ملكا له. أدركوا أن العلاقات التجارية أكثر فائدة من الحروب، بمعنى أن التجار لو أتى الفرنجة على أو بأسلوب التجارة لكانت أكثر لهم فائدة من الحروب. وأخيرا النتائج الحضارية، الفرنجة أخذوا عن المسلمين السندات والكمبيالات اللي هي معاملات مالية، طوروا الصناعة واقتبسوا الطواحين، أخذوا بعض المزروعات كقصب السكر والحنطة والشعير. وهيك بنكون أنهينا درس الحملات الفرنجية جميعا. إن شاء الله نبدأ فيما بعد درس جديد، الحرب العالمية الأولى.